اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحباء اينما كنتم، ارحبوا بكم اجمل ترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي. ويا محلاه الصباح من يكون الورق 165,000، يا محلاه، ويا محلى الناس اللي عندها اصرار على العمل ومزاوله اعمالهم ورغم الالام ورغم المشاكل اللي يلاحظوها ويشوفوها امامهم يوميا. وما نستبعد، يعني ما نستبعد انه القضيه اصبحت بيها مس لحاجه الناس وبيها عرقله لاعمال الناس. انا هسه شويه بدايه الصباح وبدايه الحلقه ما اريد افوت بصلب الموضوع لانه راح اتحدث بالحلقه بشكل او باخر عن تفاصيل مهمه جدا. الناس تنتظر، تريد تعرف انه من اللي يتحكم اليوم بالسوق، من اللي يشوف الوضع وحاس بآلامه، من اللي ما له داعي يسولف فيها، من اللي ما له علاقه، من اللي يقول شي عليه ما عليه. وهذه كلها راح هسه نصفطها لكم بالحلقه وانشركم على الحبل يومي. احنا معروفين يعني نشركم على الحبل، بس شو تسوي، ماكو خجل ولا اكو مستحى. عموما من بغداد، تحديدا بغداد الجديده والمحال التجاريه اللي خاصه بالالبسه الرجاليه والنسائيه، وهذا السوق الشعبي البسيط اللي الناس تحتاج من عنده وارزاقها من عنده، وحسب اصحاب المهن والمصالح، المهنه من يكون بها محاربه وبها على الرزق محاربه، وفي بعض الاحيان توصل الى مستوى للاسف الاهانه، لا، هنا الوضع لازم يختلف، الوضع هنا لازم نحكي به وبعالي الصوت. حال اي سوق في بغداد او حتى بالمحافظات، سوق شعبي الناس تجي عليه لانه رخيص. كنا نعرف، الان المستويات اصبحت مختلفه، ما عندنا بعد يعني ما عندنا طبقه وسطى، اما طبقه غنيه وتطشر بالفلوس والنهار كله سهرات وطلعات وسفرات، واما فقيره، وللاسف الفقيره هي من تدفع الثمن. هي هاي المشكله، انه اللي يدفع الثمن مو الغني، لا، اللي يدفع الثمن الان هو صاحب البسطية وصاحب المحل وصاحب التاكسي، وهذا الناس اللي عندها اعمال واعمالها اليوميه، القوت اليومي. اخوان، سعر الصرف اليوم تقريبا وصل الى 165. البارحه في الشورجه الناس تسولف، لكن شو تسولف يعني؟ وين تريد توصل؟ احنا هم ملينا من السوالف، والناس اللي هم تباوعنا هم ملت من سوالفنا، لان يا اخي يوميا نسولف لكن ما حد يسمع، ما حد للاسف اصبح صاحب القرار في وادي واحنا في وادي. بعد ما كانت الناس تنتظر انه البلد يتحسن وتتغير اموره والناس تعيش. اتذكر والله كنت صغير، يعني بايام مو صغير، يعني اعرف اول ما دخلوا واحتلوا العراق وضربوا العراق، وكنا نباوع وقالوا يابا ترى راح يروح هذا النظام ويجينا نظام، كل بيت بفلبينيه تخدم العائله، وراح يجينا الغاز بالبواري، وراح يصير كل واحد عنده مزرعه وعنده مسبح. ما كان اكو، وين شايفين مسابح؟ ماكو، شوفها بالصور. بالتالي كلها راحت وبقت بس الآلام والضيم وأم الشهيد. أنا بارحة كنت في موضوع والله هم لازم أذكره. أخوان، اللي قدم تضحية للبلد لازم البلد يقدم له. يا يعني أكثرهم اللي قدموا تضحيات للبلد وراحوا شهداء وراح دمهم للأسف، وما أريد أذكر بيا حادثة، كل الحوادث هم راحوا بيها ضحية، وماكو اللي أنصفه. أم الشهيد تتساوم،
وزوجة الشهيد تساوم، وابن الشهيد يتم ابتزازه، وفلان يتم ابتزازه. هذا واقع حال في الدوائر الحكومية الآن اللي تقدم المفروض خدمة للشهداء. عموما في سوق شعبي الصبح ناس تفتح باب رزقها، وهذا الحالة اللي الآن نشوفها. كانت يعني المناطق الشعبية من الصبح من تفتح الأبواب، أبواب الشغل وأبواب الرزق، كانت الناس تحسب حسابات بأنه اليوم المسواق شلون وشن البضاعة اللي نجيبها. السلام عليكم عمي، شلونك حبيبي، وشن البضاعة نجيبها وشلون نقدر نصرف بضاعتنا والمحال تطينا والناس تشتغل. احنا كأشخاص من نشوف أهلنا وناسنا يشتغلون احنا نفرح، احنا اللي نفرح نقول هاي الناس مشغولة بعملها وباب رزقها. بس لكن للأسف اكو محاربة بالرزق، وانا قبل شوية سولفتها، وهي اول قضية الدولار. قضية الدولار اللي عجيب غريب، ما حد يقدر يسيطر على الدولار لانه بي راس كبار، روس كبار بي ومشتركة وتمص بدم الناس البسطاء والمساكين. هذا واقع حال. تتذكرون من كان 125 قلنا مستحيل، لا دولة لازم تنظر، وسولفنا بيها وطلعت لجان وهذا، بعدين صار 140، بعدين صار 150، بعدين يوم 155، 170، 160، اليوم 165 دولار. مو هسه اسالهم انا، اليوم 165 دولار لل 100 دولار، 165 الف دينار عراقي. زين هسه من جانب تقولون والله هذا مردوده للبلد، ومن جانب تقولون لا والله هذا اكو احزاب واكو رؤوس كبار بالقضيه واكو تجار اموال. هسه احنا نريد نفتهم انه هذا المردود هو للدوله لو لرؤوس الكبار. زين اذا رؤوس الكبار، اذا انتم تعرفون رؤوس كبار ليش ما يتم محاسبتهم؟ يعني نازلين انبياء مثلا؟ اذا رؤوس كبار او حراميه زين، واذا مردوده للدوله فاطلعوا بكل بساطه، اجتمعوا زين الماليه والبنك المركزي ورئيس الوزراء، ومثل ما حطيتوا لكم حقله مال فلوس يمكم في احد البيانات وكسبتوا بها رضا الناس، هم اطلع ببيان واقول يا بترى الدولار راح يصير هالكذا، يا اخوان يا تجار نريدكم ويانا تساعدونا حتى نحسن وضع العملة وتفاصيلها ونكون منصفين بحقكم. لا انتم بصراحة عايفينها، كنا احنا عايفينها على الله، لكن الله طانع عقول. هذه حال الناس في اول ساعات الصباح الاولى. المدارس لها صفحة، الناس اللي على قد حالهم لهم صفحه، ويا مكثرهم في بصراحه يتالمون، والله يتالمون. اللي احنا شعورنا من نكون وياهم من نتواجد بالشارع اخوان، شعورنا مثل شعورهم. يعني احنا بصراحه نسولف بقضايا الناس، يعني وللاسف يعني للاسف هذا واقع حال اصبح، وللاسف انه نكون بهذا الشكل في عام 2023 مقبلين على 2024، وهذه السنوات جاي تركض، وللاسف يعني للاسف يعني بهذا الشكل. اغلبهم هم المتاذين الكسب، اغلبهم الناس اللي السلام عليكم، شلونكم اخوي؟ قواكم الله، شلون الصحه؟ الله يحفظك، شلون الامور؟ والله نعم اشتريته وبعد لا بعنا متعاملون وشوية لا شلون طبيعي ها؟ شلون الوضع؟ والله اكو ارتفاع شفت؟ والله بس من ملابس زينة يعني، مو ذاك ارتفاع. اي بالمدرسة ان شاء الله؟ جعفر اي بالمدرسة. شلونك جعفر حبيبي؟ الحمد لله. شلون الصحة؟ الحمد لله. شلونك الوالد ملابس؟ شلون دراستك؟ زينة. اهلية حكومية؟ حكومية. ها؟ حكومية. حكومية، شلون هو ياكل حكومية؟ زينة الحمد لله. درسونك اساتذه؟
يدرسون اي مضبوط جيد. وكتب استلمت لو اشتراك يا هنوار؟ لا شو اسمه سلموني. سلموك؟ حلو. كانت اكو عندنا شحه ما عندنا، لو تشترين المتنبي لو ما مو هسه سلموكم؟ اي ما عندك اي نقص؟ عد بس انجليزي، هو كل المدرسه بس الرابع والسادس ما عندهم انجليزي، قاعد يجددون. اه زين، والبقيه كلهم استلموا الدروس الثانيه استلموها؟ اي ما جيد موفق ان شاء الله. الوالد شلون؟ الوالد انسحب. الله يعطيه الصحة والعافية. الله يعطيكم الصحة والعافية ويبارك. رحم الله والديك. رحم الله خير. الله يديمك يا طيب. احنا الآن من السؤال في بصراحة احنا أول ما أجينا بهذا المكان الله يساعدك راح نفاجئك. شلونك شو أخبارك؟ أول ما أجينا سولفت على الدولار. اي والله الدولار شالع قلب شالع قلبنا وهجم بيوتنا. زين والتاليه والله بعد ننتظر الفرج. الفرج اي والله شو نسوي؟ حسبت حسابك يعني اليوم بيش السوق؟ اليوم 60 والله البارحه انا سوقت. زين سوقت على 63 فبعد ما يصرفنا القطع طبعا. اي فقمنا نصعدناها كان ب 10 صعدته ب 13 لحد هسه ما مستفتح. جيد. 13 الناس متعودة على سعر؟ على سعر على 10، ال10 بعد ما تصرف لي. اها. ربح قليل. زين. ما تصرف لي. صعدنا على 13، هسه على 13 لحد الان قلت لك ما مستفتح، الشغل راح يصير مو شيء. ورانا ايجار، ورانا كهرباء، كنا شربنا. صح لو مو صح؟ وقتك وانت هنا؟ اي والله الله وكيلك جيت بثمانية ونص وحطلع اعزل بثمانية ونص. الله يحفظك. الله يعطيك الصحة والعافية. وغيد نلحق وهم يلا ورانا هم عيشة وأكل وشرب وهي هم صارت ما تتلاحق. إي ما تتلاحق، دراجة الصبح شغلتها عطلانة، جيت نفرات وراي هم تصليح دراجة بعد شو أسوي؟ إي والله. يعني اليوم يومك أول شيء بالدراجة. ماني يعني استفتحتها بالدراجة. ان شاء الله خير. وش نقول؟ الحمد لله والشكر. الحمد لله على كل. الحمد لله على كل. موضوع الدولار انا قبل شوي سولفت به، قلت ما معقوله انه يعني ما يدرون به هذا سعره، يعني شنو الفائده مثلا مردودها للناس؟ اكو استفاده للناس من اذا ارتفع الدولار مثلا؟ يعني الاستفاده لمن؟ تكون لاهل الصرافات، او انا ما اعرف بالدولار زين، يعني ما اعرف بالسياسه، او تفيد اهل السياسه النواب الدوله تفيدهم. يعني ما راح يستفيد، الخسارة مو ربح. أكل راح يصعد، شرب راح يصعد، لبس راح يصعد، مواد راح تصعد. حال الناس هو منها مموشي. إيه وإحنا العالم تلزق بيها تلزيق العيشة والدولة مستلمت. الحمد لله والشكر. جدا ممتن منك. أنا حبيبي. طيب يا حبيبي. وردة وردة قلبي الله يعطيك صحة. على قناة زاغروس. هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها طبعا. هذه الاسواق يعني هذه الاسواق الشعبيه اللي تعتبر يعني واحده من اهم الاسواق بالمنطقه يعني، وبالتالي هذا وضع الناس. انا دخلنا باحد الافرع يعني هسه هو كله هو امتداد للسوق يعني. السلام عليكم، شلون اخوي؟ قواك الله. شلون الصحة؟ والله الحمد لله. ان شاء الله دوم بخير يا طيب. رقمتها لو بعد؟ لا والله ما مرقمها ابد. اي والله. عندك نية ترقمها ولا لا؟ بتسوى لو تسوى شو رقمتها بصراحة. اي والله لو تسوى شو رقمتها. هسه اذا يمكن اعطوكم شهرين بعد. يعتقد شهرين طال وزير داخل شهرين. وبعدها حجز وغرامة اكيد. يعني المفروض هالشكل او المفروض اكو مساهله؟ لا المفروض ترق واكو مساهله من جانب الحكومه. تسهيلات؟ اي طبعا اكو تسهيلات. شلون شغلكم؟ لو بعدك تبعك؟ والله لسه راح افتح الحمد لله. تدري بايش الدولار اليوم؟ 164 65. اي حاضرين ان شاء الله. احنا؟ ايه؟ اكيد طبعا. ها؟ اي محسبين بالله حساب يوصل هالشكل؟ لا ما محسبين. كنا نتامل خير من الحكومه. للاسف. للاسف. هذا الصعود يأثر على شغلكم حركة الناس؟ طبعا هذه اكو مافيات مستفادة، اكو حساب مستفادة واكو مافيات مستفادة.
المتضرر الوحيد المواطن. هاي الطبقة دي على المستوى. بس المواطن المضرر الوحيد. الحكومة مستفادة وكو ناس مستفادة من هاي الأوضاع. أي يعني سيدات تروح ناس صور يمكن من الصيرفات تلقى بحارة احنا نسميه البحارة. أي. بالعشاء والقات يستفاد. جبنا مجموعة بس احنا نعتب شو اسمه على الأمن الوطني. المفروض يعني اخوي ما يدلونهم؟ لا لا انت كمواطن هم قلت الصيرفات وسميهم البحاره، زين ابو الامن الوطني هو تخصصه بهذه القضيه. هو تخصص بس تعرف شنو عده فد يمكن عده فد قضيه اكبر من هالقضيه. ما بوعدن العشر ورقات وخمس ورقات سبع ورقات. بينما هو شنو لا تنظر الى صغر الذنب او كبر، انظر لمن عصيت. المشكله ذن القليلات. اي هو حجي قاعد مرتاح هناك. بس غير العالم تعبان خطية العالم لا حول ولا قوه والمشتكى الى الله دمرت الناس مصالحها دمرت تعبانه الناس تعبانه الله يعني الان مرجعها على الفق بس على المواطن اذا صعد دولار لو نزل ابو القاط ما يهمه طبعا ابو القاط ابو التاهو ما يهم المواطن بس المواطن الحمد لله وش على كل حال ناس وامور اي بس ما يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بينفسهم اي ما يعني انت قاعد و... أنا جدا ممتن. لا برزق حبيب قلبي كلها لبيك. سعيد بشوفتك يا حبيبي الله يديم. السلام عليكم أخوان. دائم يا طيب. الله يديمك نعمة ذاتهم بخير وسالمين. شلون أحوالكم؟ فتحتوا إن شاء الله بخير. خير وسلام الحمد لله. يحفظك. يا بقول لك زلاطة يا معود صدق. تعال نطي زلاطة الأخ. لا هو ورد زلاطة بعد. شلون شغلكم حب؟ الله يزيد ان شاء الله ويبارك بيكم حسبتوا بالله للمظاهرات حسبتوا للاسعار هسه وضع الناس سعر قدر الامور حاجات اكيد ياثر بس مو احنا نحل سوقنا واهل جماعتنا يعني متعلمين ياكلون يمنا يوميه فما نقدر نصعد الاسعار عليهم سلمة. يعني مصرين ان احنا فما نقدر نصعد الاسعار يعني هسه الطماطه 750 الف توصل للبصل ب 750 بوتيته ب 750 البيض طبقه صارت ب 7000 فما نقدر نصعد احنا باقين على قد معاميننا يعني المحدودين فالله يعوض ان شاء الله ان شاء الله تحياتي لك يا طيب ورده الله يرزقكم حبيبي الله يرزقكم قلبي هذه يعني هسه احنا والله هذا الفرع يعني هو فرع سوق شعبي وامتدادة الى سوق شعبي فلذلك انه تشوف حتى يعني حتى حركه الناس هسه ممكن لانه شويه من وقت الصبح بس بدت الناس يعني تعرف اعمالها واشغالها السلام عليكم عمي شلونك حبيبي الله يديمك يحفظك وبعضهم تو فتح باب رزقه لذلك انه يحس انه هذه طبعا مصالح الناس والمعروف عليها انه تكون شويه بيها مرونه ومساعده السلام عليكم شلونك عمي شو اخبارك حبيبي شلون الصحه شلونك الله يخليك بارك فيك الله الخير والعافيه علينا وعليكم عيوني انت حبيبي الله يخليك حبيبي ابو حسين عيوني انت الله يعطيك الصحه والعافيه فدوى قلبك الله يخليك ان شاء الله ابتسامه دائمه الله يسلمك فدوى قلبك يا طيب رحم الله احنا مرات صح نفقد شعورنا لانه مصالح وشغل وهاللود بس عندنا الامل ان شاء الله الحمد لله ولولا الامل لبطل العمل الحمد لله والشكر الله يسلمك ايش قصه لك بهالمصلحه والله قديم من كلش يعني اني اي يعني احنا انا عن متوارث عن والدي وعمي وهنا من ال 71 احنا هنا هذا محلنا الركن يعني انا يعني انا بال 71 قصدي بالابتدائيه واجي هنا ما شاء الله اي الله يسلمك المصلحه من ذاك اي الحمد لله والشكر الله يسلمك انا بدي اقول لك ابو حسين انه هاي المصلحه صارت مو اي واحد يعني اللي مستعرض الاختصاص بس اكو ناس تدخل يعني عليها يعني تشوفك انت مثلا شو اسمه يعني تعرف اي والله الحمد لله هي بس مو مثل حركه قبل يعني طبعا لان يعني الجاهز وهاي كلش اثر على الموضوع يعني اثر المستورد عليكم اكيد نعم الفتره والله التقيت بواحد هم رجل هم عمره بال70 تقريبا
وحكالي على هالمصلحه. قال احنا قبل نشتري بيوت يعني نشتري اكيد الحمد لله. بنايات هي قلت لك هسه، لان تعرف الناس يعني تعرف البطاله شو اسمه، ماكو وظائف، فكل تعرف عوائل تكبر وهاي، فتبقى تتوزع على كل الاعمال، فالانسان مثلا حتى ذا هاي يضطر انه يفتح نفس المشروع مالتك بس حتى على مود العيشه يعني. هسه كل احنا متفقين انا وبحسين انه كل واحد ياكل رزقه. اكيد اكيد الحمد لله، معامله الحمد لله، كل واحد له تعامله مختلف. اي بس هو مو مثل قبل، هسه المنافسه والحسد موجود يعني موجود. اي نعم الحمد لله شكرا الله يسلمك. خلي ارجعك شوي للمستورد، لانه كنا قبل انا هم اتذكر انه والدي اخواني يفصلون طبعًا. النسوان تفصل تاخذ القطع وتفصلها يعني، بحيث ان الخياطه تشتغل والخياط يشتغل وصاحب الملابس. هسه قلت لك يعني المستورد اثر هو هو يعني يعني تقريبا يعني صار 50% عملنا من وراء المستورد. لان شنو تجيك مثلا انت تشتري قطعه قماش مثلا نقول ب 10,000 او خياطه مثلا تكلف فد 8,000 فد 10 تطلع عليه ب 20 ب 18 هيك، بينما هي تروح تاخذ الجهاز ب 13 ب 14 الزينه يعني. فهاي كل شيء ياثر. واكو ناس لا، اكو ناس لا يعني اي ما تاخذ الجاهز يعني الا تخيطي بديها وعلى فصالها وعلى اي نعم. إيه. أنا جدا ممتن فدوى لقلبك الله يسلمك. بعد القدامة هنا بالسوق منو؟ والله براحتك إيه. يعني القدامة يعني كنت كم واحد إنه موجودين قدامة ويعني هو حتى المو قديم هو يجوز من التسعينات يعني إيه يعني السوق هذا تقريبا إيش قصة؟ والله حبيبي أنا قلت لك يعني أنا طفل وهو موجود هذا السوق بس هو قبل السبعينات يعني اي قبل السبعينات ستينات بس يعني كان اكو مخضر، المولات ما مبنيه يعني اي هذا الشارع كان اصلا يعني سيارات تفوت به بس لا طبعا اي بس قلت لك يعني اي الدنيا شويه تغيرت اي الحمد لله. عيوني الدولار شلون وياكم؟ والله الدولار هو لاعب يعني حكينا وايد بس نسينا الدولار. هو الدولار اي والله مزينه يعني احنا لا نقدر يعني تروح تبيع انت بسعر زين، انت مثلا محسب حسابها قد بعدين انت من يصعد الدولار الصعده قويه انت تروح تخلي الربح مالتك تروح تشتري لك الطول بسعر جديد ويعني الحمد لله والشكر. انت كابو صاحب محل يعني خلينا نشوف تاثيراته على الناس اللي تجيك اكيد تتفاجئ بالاسعار مثلا في بعض الاحيان. احنا ثق يعني اكثر الاسعار وخصوصا هالدولار هسه من دا يتغير ثق ما نقدر نصعد يعني لان الناس مستوى الشراء مالتها يعني كلش محدود يعني انت هسه مثلا تقولها ب 2000 تقول لك لا موجود ب 1500 موجود ب 1000 مثلا يعني انت ما تقدر تصعد طبعا زين فيبقى انت تبقى على مستوى الربح مالتك هو دين وكيل زين بس انت بحيث بس تحافظ على مستوى معاميلك ومستوى عيشتك يعني بس تطلع لك هالخبزه هاي العلاقه تنب قلبك اخوي من العز الله يسلمك يا حبيبي ورزقكم ونتمنى لكم التوفيق قدام. ابو حسين حبيبي جزاك الله خير جزاء. هذه تقريبا خلينا نفوت منها محمد القضية. شوفوا احنا من نتحدث او بنسولف في قضية نحس بوضع الناس بصراحة ونحس بمأساة. السلام عليكم عمي شلونك حبيبي؟ ونحس بانه الاسعار جاي تختلف عندهم ونحس انه يعني ربحهم جاي يقل وجاي يعني جاي يدفعون ثمن يعني بصراحة. هو شوف سبحان الله انه كل واحد ورزقه، لكن من يكون بهذا الشكل اكيد. السلام عليكم. ان شاء الله ابتسامه دائما راح تدزنا عليه مو طبعا على صفا اخبار القلب الله الله صفاء هذا عباس ما شاء الله ما توزعوا يعني كلها توزعت فهذه لذلك انه حبيبي صفاء شلون القلب شو اخبارك شلون الصحه يقولون انت المتحدث باسم السوق. لا والله غلطان الله يسلمك الله يخليك الله يسلمك صوتي حياك الله الف لبيك شغلك حبيبي
والله نحمد الله ونشكره على الله الحمد لله. بس شوي ارتفاع ما الدولار ياثر على السوق هذا. شوف وضع السوق هسه سولفت انا قبل شوي بالدولار وسولفنا ويا الاخوان. نعم يعني انتم محسبين انه او جايكم خبر راح يصعد لو تتفاجئوا؟ لا لا هو تجي الصبح الى السوق تلقاه صعد الدولار وهذا وضعه. انت بهالحاله شو تسوي؟ شو تسوي؟ الله يعني كريم. يعني تصعد البضاعه اللي عندك تفكر تتسوق باكر لو ما تتسوق لو شلون؟ اي لا ما نتسوق نوقف. اي نعم نشوف والله نشوف وضع السوق شنو مال الدولار وراها الله كريم وبعد هاج نشوف. اما ما نصعد السعر سالفه هاي ما تقدر والله لان بالمفرد انت ما صاعد لان الزبون ما يتحمل هذا الشيء. ما يتحمل اي ما يعرف هذا الشيء انه صعد دولار وما اعرف شنو. يقول لك انت متسوق ما يقدر هذا الشيء هو. اي طبعا ما يقدر هذا الشيء هو. وهو حق المواطن هم تعبان هو وضعيف. هو هم تعبان وهم متعود على سعر. اكيد اكيد صح. وهي صارت هالشكل يعني. هي الوضعية صارت ايش عاش سيدك ماشي. هي الامور ماشي على هاي الطريقه. من تصعد الدولار متاذي احنا ابو المفرد اكثر شيء ابو المفرد لان ابو الجمله هو راح يصعد الدولار ياخذ دولار ما له علاقه يعني بالعراق. هو عاش سيدك لا هو من ياخذ من ياخذ دولار يعني هو بيش السوق يكسر لك على السوق. بس انت ابو المفرد المتاذي انت تروح مسواقك شورجل ومين اي شورجل. نعم اي نعم من تروح يعني تشتري وتتسوق وتفاصيل المسواق تتحاسب دولار. اكيد اكيد كله دولار يعني. حتى اذا اعطي عراقي يكسر لي بيه سوق اليوم انطي دولار. دولار كله دولار ماكو شيء اسمه عراق. نعم نعم حلو. وذا يحاسبك هالعراق فهي مثلا قلت 90 دولار قلت تطلع بسوق اليوم يعطيك يقول لك عراق كله دولار. دولار كله دولار كله دولار. الله يكون بالعون الحمد لله. الله يسلمك الله يسلم. الحمد لله. اكيد 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 انت ما توصلون بس هي هاي المشكله صارت بقوه عليكم وقوه علينا الحمد لله على كل حال. الحمد لله ممتن صوتك على راسي ورده. ورده بارك الله بك يا طيب. يعني هذا احنا هسه جايين نسولف بقضايا والله العظيم لانه المفروض هسه بصراحه احنا هسه اخوان ترى جاي نستورد. انا البارحه قلتها واليوم هم اكررها واقولها وبصراحه يعني والله خجول من اقولها انه من اقول بلد مثل العراق ما يقدر يصنع له خاشوقه مال شاي يعني استكان الشاي ما يصنعه فتضطر الناس انه تكون بهذا الشكل يعني تضطر الناس تروح الموضوع الدولار ويضطر التاجر يجيب لنا بضاعه بائسه ويضطر المواطن يشتري لانه وضعه تعبان واصبحت لازمين الدولار معروفين هسه مثل ما يقول معروفين رؤوس كبار بالدوله يا اخوان ترى مو ترى اللي جاي يدير الامور صدقوني يعني الناس عرفت يعني عرفت بكل المواضيع. خاف قبل اكو فد موضوع يخفي الناس لا الان ماكو الان صوره صارت واضحه وسوالفنا وحكينا وكل الناس تسولف انه اكو رؤوس كبار بالقضيه صدقوني لا انا ولا غير اللي يقدر يدخل بموضوع الدولار ويسولف يعني ويكون تاجر بالدولار مستحيل. بس اكو ناس بصراحه تحسب حساب واكو من يعمل ليل نهار حتى يؤذي الناس ويؤذي مواطنين وهذا اصبح الان واقع حال هسه شئنا ام ابينا. هي اللي متاذي هو هذا المستوى يعني. السلام عليكم حب شلون اخوي شو اخبارك شلون الصحه ان شاء الله زين. شلون امورك؟ ابو حيدر ابو حيدر وانت ليش ابو من؟ ابو علي ابو حيدر انتم جيران. شلونك؟ الله يخليك الله يديمك يحفظك يا طيب. ابو حيدر رجال قاعد بمحله. السلام عليكم ابو حيدر شلون امورك؟ يا الله شلون الصحه؟ شلون احوالك؟ قواك الله عمي حبيبي. شلون عافيتك؟ الله يخليك. وقال ابو حيدر ما دزنا عليك. شلون عافيتك عمي؟ يحفظك ويسلمك ابو حيدر حبيبي الله يرزقكم. طبعا يا تشرف اهلا بيك انت واهلنا وناسنا. نعم نشجع هيك شباب يعني دؤوبين ربي يحفظك ويسلمك ويخليك وانتم اهلنا وناسنا وهذا واجبنا. الله يخليك. الله العظيم واجبنا. حاسين باللي تمرون به وحاسين الظرف والضغط اللي موجود وحاسين موضوع التعامل ويا الناس صار صعب كلش وبسبب المادة وبسبب الفلوس وتعامل الناس اختلف مو الأولي. وانتم هم تعاملكم تعتمدون على قضية الدولار والدولار هسه ما مستقر ويعني واحد مرتبط بقضية ثانية لكن سوقكم الآن شنو وضعه؟ والله حاليا
يعني هو السوق صاوته انتكاسة من بعد صعود الدولار. يعني خصوصا احنا شغلتنا شغلة الذهب. يعني هاي الانتكاسة اللي صارت يعني انت حسبها حساب، نقول حساب عرب. يعني من تحسبها حساب عرب تشوف، بس ما ادري المواطن ما يشعر ما يحس ما. يعني انت لما كان الورق 120 وصار 130 صار 145 وبعدين صار 150، انت هاي اذا تحسبها بالرياضيات اليوم اللي موظف راتبه مليون دينار صار 600 دولار، صار 600 او 500 تمام. هذا بال يعني هو صار 600 وبعدين المواد صعدت، السلع صعدت، فصار دون هذا المستوى. يعني نص نص القيمة، يعني نقول انحدر المستوى المعاشي للمواطن. زين، فقبل انت اذا راتبك مليون تقدر تصرف مثلا 600، تقدر تصرف 750. اكو موظفة مثلا محاسبة حساب تطلع فد فائض معين، نقول 250، هذا ال 250 تقدر تجي تشتري به مثقال ذهب. زين، هسه هو راتبها كله او راتب الموظف كله ما يجيب مثقالين ذهب. يعني تقارن هاي المقارنة عرب رياضيات. اي يعني انت يعني قبل من كان الدولار ايش قد يجيب لك كم مثقال؟ قبل يجيب 4 مثاقيل واكثر. زين، هسه المليون يجيب لك مثقالين، فانت الموظف على مود يعرف ايش قد انحدر مستوى المعاش مالته. بالضبط، فاحنا هاي شغلتنا وقفت، لانه الموظف هسه اللي هذا الراتب ما يقدر يطلع فد شيء زين، وهم عندهم مثلا الذهب زينه وخزينه، فيدخر من الراتب ويضيفه على يخليه على صفحه الى ان فد يوم او كل شهر يشتري له قطعه قطعتين. احنا هسه هذا الشيء وقف نهائي طبعا، وقف. ما هسه الفقير ما يشتري ذهب، يعني اكو مشكله اكبر من هذه. يعني شباب هذول اللي يريد يتزوج، يتزوج قبل يقدر يطلع له 3-4 ملايين ويجي ياخذ ذهب. هسه يجيني يقول لي عمو انا يعني اريد اتزوج وامكانيتي كلش تعبانه، فاريدك بمليون تدبر لي اياها. زين، شلون هاي تراهمه؟ اقول له عمو يعني شلون ادبر لك اياها بمليون؟ يعني انت جاي هو المثقالين يريد تراتشي ويريد ميداليه وزنجيل واكو بيريد تخم ويريد محبس ويريد حلقه ويريد ويريد ويريد، يقول لي عمو ما اعرف انا ادبر لي اياها بمليون. فهيك وصل المستوى للاسف. كانت والله قبل الدولار كان شلون كانت الحركه مثلا عندكم؟ يعني واصل هيك مستوى لو تحسبوا لها؟ لا لا بالعكس، احنا المستوى قبل الدولار لا كان المستوى يعني هو صحيح بعد السقوط بدا السوق ينتعش. انت تعرف من انطوا وجبة الطوارئ وما شلون الناس يعني كان ما عدها وصار عدها، بدأ السوق ينتعش 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 وصل للقمة. بعدين بدأت الانتكاسة من بدأ الدولار، يعني من صارت شغلة الدولار والناس يعني شافت انه هذا الشيء ده يأثر على مستوى المعاشي، يومية صاعد يومية صاعد، فبدأت هاي الانتكاسة. بس احنا هسه اني ما اعاتب اي، اني اخاطب الدوله يعني هو تعتبر مثل رب الاسره الدوله طبعا. يعني هي لازم ترتقي فوق وعي المواطن صح. اما هالوعود هذه انه الدولار راح ينزل، يعني هاي اشكاليه، يعني تفقد ثقتنا بدولتنا بالضبط. يعني انت لما اكو سعر موازي، وانا عرفتها يعني اول ما فرضوا قالوا اكو للسفر احنا نخلي سعر معين، فعرفت انه هاي الشغله راح تطول. ولا ليش هو اذا يقدر يمشي الورق على 132 طيب ليش هذه؟ بس اذا هاي حلول تكتيكيه وجزء من محسوبه. فهذا اللي دا اقول لك، فاحنا شنو نقول الدوله لما
تقول كلام وما يتنفذ المواطن تزعزع ثقته. بالضبط صحيح، تزعزع ثقته وصعب بعد ترجع زين. واحنا مثل الاب، مثل الاب اليوم الاب رب الاسرة اذا ينطي وعود الاولاده وما يوفي مره مرتين ثلاثه فتنفقد المصداقيه ما يسيطر بعد زين. وهذه قوت الشعب يعني، ترى احنا هسه المعركه اللي نخوضها هذا بالدولار هي اخطر من معركه داعش زين. يعني هذيك لها حل، لانه هاي المجاعه تؤدي الى الفساد، تؤدي الى الجهل، تؤدي الى امور اخرى هوايه للجريمه للهاي. فاحنا نعاتب دولتنا نقول خلي تكون بمستوى، ما نقول يعني هي لازم ترتقي يعني حتى باشياء اخرى غير الاقتصاد وغير هاي. ترى اكو مواطن هسه، اكو مواطن هسه ترى مستوى الوعي عنده فوق مستوى الدوله. صحيح يحل، اكو مشاكل تحل يعني قضيه الفكره يعني هسه انت عوف يا اخي هاي العلم الاقتصاد وعوف الامور كل هاي عوفه. نيجي هسه اجيب لك انسان امي زين، انسان امي وعنده ثروه يعني هسه تجي واحد عنده عماره وعنده محل وهذا هو ماشي زين. فهو يعني اساسا المفروض شي يفكر يقول لك هذا انا المحل اللي عيشتي وهاي وارد العمارة او هاي وارد البناية، هاي المستقبل ابنائي. فالدولة نفس الشيء، الدولة المفروض تنتعش بالاقتصاد، اكو عندها واردات اخرى وتعوف النفط. يا اخي احنا هسه كله عن نفط، يعني ماكو بلد بالعالم الموازنة مالته 90% عن النفط. بس النفط ما يصير يعني عفنا الزراعة وعفنا المنافذ وعدنا الأماكن السياحية والدينية وعدنا الثروة السمكية والحيوانية كلها عفناها، تجي أنت اليوم بس بالنفط. فدا أقول لك هاي الإنسان الأمي، هذا الإنسان الأمي عنده علاج يقول لك أنا هذه الحبيبي أنت حبيبي وحدوري. جزاك الله خير، الله يرزقكم بحق محمد وآل محمد. تحياتي لك أبو حدوري يا طيب، الله يبارك بك. طبعا هذه وجهة النظر اللي موجودة بصراحة، والآن هو هذا الحديث اللي يدور الآن. ترى هذا كله حلول، هذا الآن إحنا أصبح المسؤول هو بعيد ما يقدر، يعني المسؤول ما يقدر يتجول بسوق لأنه يعتبر أنه السوق أو المكان التجاري مو يعني مو مليق أو ما يليق كشخص سياسي. فلذلك إحنا بكل بساطة هذه جهودنا وهذه جولاتنا حتى نشوفكم أنه وضع الناس شنو، وهاي المحلات الفارغة يعني محلات أردنا زبون نسولف وياه مثلا على أسعار، دير بالك على الأسعار وعلى حركة السوق. بصراحة هذه مشكلة يعني مشكلة أزلية أصبحت. السلام عليكم حجي. السلام عليكم، شلون أخوي؟ أخبار القلب؟ شلون الصحة؟ الله يخليك. شلون الأمور؟ كل خير لك. الله يديم، الله يحفظك. رحمة الله عليك، يبارك فيك. شلون أخوي؟ أبو يوسف الله يحفظ لك إياه. رحمة الله والديك. يوسف لو عندك بعد. لا عدوا على الغير. الله يحفظك. بعد مدارس لو مو مدارس؟ مدارس. شلون أوضحهم هسه؟ والله وضحهم شوف على الملايين. اي والله شو تسوي؟ الحمد لله الحمد لله. ابتدائية مدارس؟ لا ابتدائية. ابتدائية. اشتريت لهم مسلسلات؟ طبعا اشترينا مسلسلات. كله مشترى؟ اي كله مشترى. كتبهم من المدرسة بس هم الكتب. طهم بس الدفاتر قرطاسية لا من ال يمكن انا اتذكر او انت ابو يوسف تتذكر يمكن بعمرك من دخلت المدارس طن ريوق والله ما نتريق بالبيت نتريق يوم شو تتريقون والله داخل وقت والله يطن باقي جبن وصمون مال قبل يعني مال عيشه احنا نسميه مال عيشه مو هذا الصمون يعني الكلاوات ذاك الصمون ويطن حليب مرات وياه زين اي يعني قطعتين جبن وحليب فشي يعني مو مثل هسه تحس يعني شوف هسه هنا قد بسيطه انه شنو جبنه وحليب يعني شنو فد معمل يصير شوف معمل مال هذا بغراب هيك كان تجيب ويكوم على لا ذاك الوقت احلى من هذا الوقت اكو دعم اكو كل شيء اكو المؤسسه التربويه تشتغل تجاره الطالب يشوف انه كتابه مشقوق يبدلوا له الكتاب ماله
وين سوين قرطاسيه كنتوا تستلمون؟ طبعا نستلم عندهم قرطاسيه ويعطونا كزياد من طاقتك هم من المخازن، تخلص ماكو تروح تستلم من عندهم، هم يعطونك طبعا. هو المعلم من صلح لك هذا كان قبل صلح لك، يشوفك دفتر تقول له روح اشتري خذ لك دفتر منه. هسه مو انت هذا بعد ما مخلص تقول له روح جيب لك دفتر ثاني، جيب لك دفتر وجيب لك كتاب زين وجيب لك القرطاسيه وجيب لك جنطه وجيب الملابس الزينه وملابس زي واحد مثل السنه ابيض واسود، لا السنه رصاصي ووردي. والله اعرف ناس اني مسواكم من عيد العيد يعني طبعا السوق بالعيد بالعيد عالم تعبان عالم. هسه هذا شوف هسه هذا السوق قدامك يعني غالي، واليوم الورق بيش 165 يعني المشتري شي يريد يطلع يعني شي يريد يشتري مو شو يشتغل وشي لا لا وحتى اللي حتى اللي يبيع حتى البياع يعني شو هسه راح هذا لقيتها مثلا ب 6000 رحت ثاني يوم انا جبتها منك ب 8000 ليش تبيعها؟ خلي الناس 3000 دينار صح طبعا شي زمن السوق. وقام ياخذ الشخص قام ياخذ قوته يوم بيومه المحتاجه يا المحتاجه ياخذها وما يجي على هي السوالف يعني مثل بهارات يقول لك اريد بهارات بلف 500 هسه البهارات وذني سوالف يعني المفروض ذني ماشيات يعني بألف وبخمسمية هسه ماشيات هسه احنا نقول ماشيات بخمسمية بس انت من تروح هناك عمد تقول له ماشيات هذا خمس صاعد عدو يقول لك عدو لا الله يكون بالعون حبيبي ان شاء الله بارك فيك محمد والله هاي العالم التعبانه خطيه انتم تمر عليكم هنا اشكال والوان كل شيء تمر علينا كنت ما عنده وبربع والله يخليك ما عندي اي طبعا مو هيك مو بس هذا بربع دينار قل له خلي لي والله هم عالم تعبت واحد شيء يعني اكو عالم حتى ما عنده اكو عالم تجيني على المسطر شباب تجي المسطر منا لا تلقى شغل عماله يتدمر يطلع منا انا تتباوع عليه عمو ما عندك شغل والله اليوم ما مستفتحين احنا بالعماله وهذا ايش تطي يعني ايش تريد تطي كروه حتى زحمه عليك تطي كروه والله يعني ما اريد نحكي بها هي لله ما نقدر نحكي بها والله اكو اثنين شياب يفوتون منا شايلين كراكه يجون مشي يجون ما يقدر ما يقول لك الف اجي بي والف اروح بي 2000 سابع يعني وما يشتغل يعني يجيب لك كم مالية لي جاي مشي اكو عالم تجي مشي من مناطقها تجي مشي يطلع بالخمسة يجي هنا يوصل الساعة 5:30 6 عم الناس ان شاء الله خير وبركة الله يوفقك انتم والله يعني والله انا اقول هاي الناس وهاي الطبقة هي تحس ببعضها كريم ان شاء الله شو تسوي هاي العالم الله يحفظك الله يخليك يا طيب ابو يوسف سلمنا على العائلة حبيبي يعني شفتوا الحال اللي وللأسف يعني شفتوا اللي جاي نسولف عنه شلون وشفتوا الناس وين واصل المرحلة شفتوا الناس وين واصلة إلى مستوى بصراحة مخجل نسولف فيه ومعيب على بلد مثل العراق أنه نسولف في قضية ألف والفين والله معيب. احنا بصراحة مرات نتأذى من نسولف ونتأذى ياخذنا الحكي والحكي هذا بتأثير على نفسنا احنا اللي نتعرض اشكال والوان اخوان والله العظيم بس احنا الله منطينا في الطاقة انه نسولف وما نخاف والله العظيم ما نخاف لا من مراكزكم ولا من حكوماتكم ولا من 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 عواقب ما نتحدث به ابدا ما دامنا على حق خلي هذا الحق لازم يكون واضح وتكون ملامحه او شعور الناس به هذا واقع حال. احنا من الان نتحدث ونتألم لانه نشوف شبابنا عطالة بطالة، نشوف شبابنا البعض منهم طلع عن الطريق بسبب الفقر وبسبب المأساة اللي يعيشوها، وهذا المفروض في بلدنا ما موجود. بلد السلام عليكم. بلد نفطي، بلد بثروة، بإمكانية ناس، ساعتهم شباب. ووصل إلى هذا المستوى يعني هذا الحال اللي تلاحظوه. احنا الآن في سوق شعبي، سوق مهم جدا في بغداد، تحديدا في بغداد الجديدة. واحنا نشوف هسه بهاي اللحظات انه نتأسف على هذا الوضع، نتأسف. وهي قضية دولار لا أكثر.
لأن بلد ما يصنع كل شيء فيضطر أنه يتعامل بالدولار مع الدول، ويا محلاها الدول اللي أصبحنا حتى نستورد استكان الشاي أصبحنا نستورده، وهذا للأسف يعني للأسف. عموما تقبلوا ودي واحترامي أنا ومحدثكم أحمد ركاب وزملاء اللي رافقوني بهذه الحلقة المؤلمة، خل أقول بشكل أو بآخر تألمنا على وضع الناس، وهذا واجبنا أنه نشعر بمسؤولياتهم نشعر بوضعهم، لكن أنه ما عندنا غير الدعاء أنه الله إن شاء الله يسلط عليكم يا حكامنا أنه يسلط عليكم الأكبر والأتعس، لأنه ما وصلتونا إلى نتيجة مرضية أبدا، ولا أستثني واحد أبدا، لا معمم ولا أفندي ولا لابس عقال ولا قاط، كلكم مشمولين بسرقة هاي الناس وهذا البلد، فالله لا يوفقكم دنيا وآخرة. تحياتي السلام لكم، أنا أحمد ركاب وزملاء اللي رافقوني أكيد محمد مظفر ومساعد المصور أكيد عمر ستار، شوفكم بخير وسلامة، إلى اللقاء.